سلام صغرت المهدد بالهبوط استقبل على ملعبه بالمردشية الاجتماعي يلي بده يحسم بقائه بالدرجة الأولى بشكل نهائي. الاجتماع بالشوط الأول فاجأ أصحاب الأرض، فايز شمسين كرة أمامية للغاني ديفيد أوبوكو يلي بيراوغ الحارس وبيعطي التقدم للاجتماعي وفرحة كبيرة لجمهوره الحاضر بكل الملاعب مثل العادة. الشوط الأول انتهى بتقدم الاجتماعي 1-0. بالشوط الثاني أيضا فريق طرابلسي هشام نابلسي مجهود فردي وتمريرة تدخل من الحارس مصطفى مطر وفايز شمسين عم يسجل الهدف الثاني للاجتماعي. من بعدها بدقيقة إدموش حادي نجم السلام صغرتك كرة للأوروغوياني راؤول يلي بيسدد السلام بيطالب بهدف لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب والنتيجة بقيت 2-0. الدقيقة 62 فايز شمسين المتألق بالمباراة بيستفيد من سرعته بينطلق وبيسدد ما بينجح بالتسجيل. الدقيقة 75 محاولة للسلام راؤول داخل منطقة الجزاء بيسدد كرة ذكية وبيسجل السلام عم يقلص النتيجة. آخر فرص المباراة للسلام إدموش حادي لجوزيف لحود بيسدد جوزيف كرته ما بتصيب المرمى، السلام عم يفشل بحصد أي نقطة من هاللقاء والاجتماعي عم يأكد جدارته وأحقيته بالبقاء بدور الأضواء.